نرجع لموضوع كرامة الفنان اللي هو بحقيقة موضوع مهم برشا ومطروح اليوم إلى داكتواليتي. في الإطار هذا فما نقاط مختلفة نجمو نتعرضوا لها. أول حاجة لفترة الكوفيد كانت مرفوقة بحملة على مواقع التواصل الاجتماعي قاموا بها فنانين اسمها خلصونا اللي هي تحكي مع وزارة الثقافة، يا وزارة الثقافة رانا خدمنا لك وتعاملنا معك وعنا دي كونترا معك وأدينا اللي مطلوب منا في إطار اللي كونترا هذوما لكن ما خلصناش. وكانت وزارة الثقافة خرجت بيان في صيغته كأنه رسالة للفنانين هذوما كنت أمضيته أنت، وحكيت فيه على ديون تقارب 44 مليون دينار من الديون. عليه هو شوف علاش وزارة الثقافة ما تخلصش في الوقت، وعلاش من وزير لوزير ومن موندا لموندا نجم نلقاو رواحنا بديون بالحجم المهول هذا، يعني 44 مليون دينار نحكيو على جزء مهم برشا من ميزانية وزارة الثقافة. صحيح. هو شوفوا مزوز أسئلة ما همش مربوطين ببعض ما همش فسر لك عليه لا ريبونس سيونتيفيك. علاش عنا أربع عندك تعهدات وزارة الثقافة تجاوزت ميزانيتها، كي تعمل أنت تعهدات أكثر من ميزانيتك دونك التعهدات هذوما باش يتقلوا للاني دابخي، معناتها فما تعهدات في 2009 ما بين 17 و18 و19 كل مره تاخذ تعهدات اكثر من ميزانيتك، نجي وقت باش يولي عندك معناتها امونتون تاع تعهدات اللي هما فاتوا ميزانيتك. علاش نجم نقول لك مثلا اللي السنين الاخرى فما تضاعف معناتها كبير في عدد المهرجانات، دونك تكثر في المهرجانات معناتها باش تخدم اكثر عبيد باش يدخلوا اكثر فنانين والعبيد هذوك الكل باش يلقاو رواحهم هما يطالبوا بمستحقاتهم. خاطرش معناتها المتخلدات هذوما هما في الاخر شنو هما مستحقات ناس ينجم يكون فنان كيما ينجم يكون بريستاتور سيرفيس واحد كري ضو كري لكن خلينا نكون واضحين هل أنه التصرف هذا نعتبروه تصرف محترم لمؤسسات الدولة من المفروض أنها تعطي المثل معناه؟ هو ليه مش حتى تصرف دولة، هو ستان شواء هذا يجي واحد يقول أنا رأي اللي كيفش نكثر أكثر في المهرجانات باش يكون فما حركية أخرى تخلق اقتصاد صغير وتغدي فيستيفال باش يكونوا مهرجانات يكون يحيوا الجهات كل واحد وفلسفته. المشكلة متاع الحملة تخلصوني اللي رأى البوان كريسيال بالنسبة لي اللي وين هوني نقول لك وزارة تحترم نفسها ما يزميش يكون علاش الفنين يقعد ما يخلصش pendant des mois et des années. فما مشكلة الاعتمادات، أما فما مشكلة أخرى اللي هي اليوم فما شكون يمشي يغني ولا يعمل سبيكتاكل ولا يشارك في مسرحية كل ما غير يطلع الركح من غير ما يصح الكونترا، فهمت؟ دونك هاكا بالثقة معناتها الدولة ديما تخلص ومن بعد يوفى المهرجان، وخاطر المهرجان ماهوش مع الوزاره مصححه معناتها لازم نفسر لك السيركوي زاد دونك هو ما يصححش كونترا. ومن بعد شهر مثلا نقولوا هيا فين فلوسي نقعدوا نلوجوا يقعدوا هو مع شكون نخدم، وبعد اجى وقتها اجى باش تعمل الكونترا ومن بعد الكونترا هذا وين باش يمشي طول السيركوي. المشكل نتاع لو سيركوي هو اللي معطل وهو اللي في بيروقراطية معناتها قديمة ويزمها معناتها يزم الحل. أول حاجة ساعة أي متدخل أي فنان في العالم أجمع ما تطلعش وما تقبل بروبوزيسيون لا متاع الوزارة لا متاع حتى مؤسسة من مؤسسات الوزارة كان ما الكونترا نتاعك يكون مصحح، ويزم العباد اللي تتعامل مع وزارة الثقافة من مندوبين من جمعيات يزم ودايق باش خرج فيها منشور هذي في المستقبل خاطر فما مهرجانات لانه يلزم يخرج منشور يلزم يخرج خاطر المنشور سامحني باش نوضحه مبدا بسيط وغبي جدا هو انه تطلع عسين كان ما تعرفش قال هي حكايه خاطر هو شو يقول لك تقول بربي انت علاش ما خلصتش عليه ما انا سالت كيف راني جو فولي كومبروندر يقول لك يلزمني تجيني شهاده الانجاز من عند السيد المندوب اللي هو مول المهرجان هذاك اللي هو طلع
الفنان الفلاني غنى. ايه شهادة الانجاز تقعد 6 شهور باش نبعثوها ولا عام؟ شهادة الانجاز نورمالمون من اللي غدوه من اللي غنى تتصحح تتسكان تتبعث برميل لاداره الموسيقى مثلا ولا اداره المهرجان اللي باش يخلصوا، مش خاطر هما زاد المهرجانات فما مهرجانات تتمولها مؤسسه المهرجانات، فما عباد تاخذ تمويل من عند المندوبيات، فما عباد تاخذ تمويل على خاطرهم جمعيات من الوزاره، فما من مؤسسات اخرى، فما مهرجانات على بيدجي مدن الفنون. معناتها انا احنا اونامي حمله تخلصونا وين نشوف الغضب نتاعهم مشروع. امين علي ما كنتش نجم نجاوب فيه صح، حتى فهمت المونتاج فينانسي نتاع تو لي بروغرام تاع التظاهرات الثقافيه اللي هو شويه تنظيم وشويه حوكمه وشويه ريسبيد ديدلاين ودي كونتراتيب. وفي كي تحط انت كلوز يصحح لك قبل وتقول له راك ما تخلص كان تنجز وتجيني شهاده الانجاز. اللي شهاده الانجاز اليوم حتى بسمارت فون تصورها من تليفونك، من تصورها براك ايميل تبعثها للمدير ولا الهيئه الاستركتور زعما ما يقولوش وقتها، خاطر زاد نعرفوا اللي في برشا وضعيات يقول لك ابعث فاكس. هذه الآلة معناها الأثرية معناها والله يجب نقول لك إذا كان الآلة الأثرية تبعث الفاكس من غدوة يا أخويا خلينا نكملوا بها شوية ما يسالش. أما هو في اللي حاجات خاطر راهو ساعات الكريز خاصة وزير جديد وجاء وجمع بعض ندخلوا في كريز كبيرة وبعد ندخلوا في مطلبية متاع استحقاقات ناس، معناتها غضب مشروع يخلي حتى كما نقولوا التشخيص الوضع يكون بلوز افيسيون. وين وصل التريتمون؟ وصل اللي فما اللي تريتمون راهو خلصنا برشا. توا فما وضعيات عالقه نسبه مئويه تقريبا، فما وضعيات عالقه اللي هي يلزمها ترخيص استثنائي من وزاره الماليه على خاطر فما تعهدات ما تنجمش تخلصهم على 2020، يلزمهم تاخذ فيهم معناتها اجراءات اداريه واحنا ماشيين معناتها بوغ افاسيت و تسيت تغدواز. لانه فما معناها خاطر في تونس تنسنا بحاجه اللي هي الافلات من العقاب على جميع الاصعده، معناها سواء انتهاكات حقوق الانسان معناها والا انتهاكات تخص الماليه العموميه. اليوم نقرا ل 27 مايو اللي فات عندك توا جمعتين كان عندك اجتماع مع محمد عبو وزير الوظيفه العموميه والحكم الرشيده. هل انه فما تنسيق حول المساله هذه، مساله التصرف في الموارد الماليه للوزاره، في الاصلاحات الاداريه اللازمه لتلافي الوضعيات هذوما كما ليزارتيست اللي ما يخلصوش؟ هما الاصلاحات الاداريه باش تشمل الوزارات الكل، خاطر الحكومه هذه ماشيه في قطع انفغيغكتور افيك لا بيروكراسي اللي مش بتخلينا نقدموا بالبلاد. ولا ترانسفورماسيون ديجيتال اول حاجه باش تشملها باش تشمل الاداره. وفما معناتها اون فري ريفليكسيون سور شنو من الرخص اللي زايده علينا اللي ما عادش يصلحوا لحد شيء، كيفاش نجموا نحسنوا اداء الاداره فيزافي المواطن في لي سيرفيس اللي تعطيهم الاداره. بالنسبه لكل ما هو حوكمه وسوء تصرف ولا حسن تصرف، فما هيكل رقابي اللي هما توا موجودين في الوزارة. أنا زوز هياكل في الوزارة يقوموا بالعملية، معناتها هما اللي باش يعطيونا لي رابور دانسبكسيون. مع السيد الوزير سي محمد عبو حكينا برشا على الحكاية هذه، خاطر كي نقولوا كرامة الفنان تبدا في علاقته التعاقدية مع الوزارة، في علاقته مع منظومة التغطية الاجتماعية. مثلا حكاية لي كونترا، حتى الكونترا نتاع التشغيل الهش اليوم تعرفوا اللي فما عبيد معتصمين قدام الوزارة منشطين بالحصة اللي عندهم دي كونترا، لي كونترا هذوما دي كونترا دو بريستاسيون دو سيرفيس اللي ما يشملوش التغطية الاجتماعية، اللي هما يقول لك وهو حقهم ما تنجمش انت تشغل في الدستور هذا. أول حاجة اللي انت تضمن لأي إنسان متعاقد معه التغطية الاجتماعية، وهذه معناتها أنا غني لاكوس بوغ المنشطين بالحصة. وكيف كيف توا قاعدين نكملوا مع المنشطين هذوما نتاع بير البي. هو اليوم في اعتصام حاليا، اللي هما في اعتصام قلت هما كان فما نقاش معاهم حوار اكيد فما نقاش، اما بالكش هما شباب ويحبوا يحب في بالهم معناتها لي شوز سو فون تو سويت ويحبوا تسويت وضعيه. وانتم تعرفوا اليوم الدوله ما تنجمش الغوكريت، معناتها انا كي حكيت معاهم
قلت لهم اخرجوا شوية من هيك الإيماج دو الأب، معناتها الدولة هي الماما اللي باش تخدمك وتوكلك على إيخ بي. فما احنا فما 50 بوست محلول، فما مناظرة بتصير، أما انتوما 350 هنا نحنا نخدموا على فوند انفستيسمون كولتور، وراو تنجموا تكونوا مستثمرين. واليوم امبارح هذول يخرج زادا المرسومة متاع مبادرة لونتربرونور، مبادرة الفردية. ما تفهم آليات جديدة اليوم اللي تنجم تكون انت يعني انتربرونور كولتوريل، ما انت راهو هكا ولا هكا ماهوش باش يستوعبكم الـ 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 الـ